وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان. سيد الركبان، هناك نقاط مهمة كثيرة تضمنها هذا التقرير ربما لا يعرفها الكثيرون، أنت كمحلل سياسي كيف تقرأ ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن، مساء الخير لكم ولشعب البحرين ولملك البحرين جميعا. الحقيقة طبعا التقرير تضمن عدة نقاط، طبعا هو يعني أهم النقاط هو التدخل السافر في سيادة البحرين من قبل دولة قطر التي حاولت قدر ما تستطيع خلال السنوات الماضية أن تنخر الحكومة البحرينية وينخر المواطن البحريني الأصيل، ولذلك يعني حاولت في الأشهر الماضية تأكيدا على أنها تثير الفتنة والطائفية داخل منطقة البحرين بتبيئة عاج وتوجيه من الإيران الفارسية. اليوم طبعا انكشفت العرى لدى الحكومة القطرية السابقة وكذلك أيضا الحالية التي سمحت لبعض الساسة في القطريين حاولوا أن يعبثوا في البحرين، واستطاعت البحرين بقوة حدقتها وقوتها الأمنية الاستراتيجية أن تبين للرأي العام تلك المكالمات الشهيرة التي تمت بين الساسة في البحرين وبين أيضا من يقومون مع الأسف الشديد بدعم هذه الثورات داخل البحرين. النقطة الثانية أيضا والأهم هو تجنيس عدد من البحرينيين في دولة قطر، لذلك لعل يكون حماية لهم أو حماية لما يقومون به مع الأسف الشديد أو حتى لا يكون لهم ملاحقة بحرينية، وهم تناسوا أيضا هناك انتربول يتعاون مع البحرين ومع دول الخليج. مجلس التعاون لدول الخليج وقع مع الانتربول في كثير من القضايا وخاصة القضايا الإرهابية وقضايا الأمنية. البحرين الآن مملكة البحرين يقودها ملك ذكي وحصيف ولديه بعد سياسي وبعد اجتماعي وبعد أخلاقي يربط ما بين محبة شعبه وما بين أيضا محبة الأمن في مجلس التعاون لدول الخليج. يجب أن تستوعب قطر أن البحرين ليست بتلك الصغيرة التي يستعبونها، بالعكس البحرين لها نفوذ دولي، لها نفوذ سياسي، لها نفوذ أيضا خليجي. فالبحرين الآن تعيش قمة الحقيقة الحكم يعني الذي يربط العلاقات البحرينية مع دول الجوار والدول الآخر. نعم. ربما قد تكون إحدى النقاط الخلافية سيد الركبان هي تجنيس نظام الدوحة لعدد من الإرهابيين المطلوبين، وهذا ما يشكل خطر ليس على مملكة البحرين فقط وإنما على جميع دول الخليج العربي. سيد الركبان، هناك حقوق سيادية عديدة خسرتها البحرين ربما بسبب التوغل القطري وأيضا استغلال المناسبات الحرجة لمحاولة اقتناص ما ليس لها، كيف تعلق على ذلك؟ اولا طبعا قطر تستخدم نفوذها المالي يعني الكم الهائل من الاموال التي خسرها الشعب القطري من اجل تسييس الحكم في قطر لدول الخليج. طبعا قطر تحاول قدر ما تستطيع ان تستثمر المناسبات وخاصه المناسبات الطائفيه كعاشوراء وغيرها، تستخدم ايضا يعني ادعاء الفقر لبعض الشعب البحريني وخاصه من الطائفه الشيعيه. كل هذه استثمارات قطرية تعتقد هي من خلال ذلك أنه لابد أن يكون للطائفة الشيعية وهي متواجدة في البحرين، حكومة البحرين تعطي حقوقهم كاملة في السكن، في المأكل، في المشرب، في قطاع الحكومة، في القطاع الخاص، ولذلك لم يعني تبخل على الشعب البحريني سواء كان من الطائفة الشيعية أو من الطائفة السنية. فتحاول قطر يعني بتخطيط من طهران وبتخطيط أيضا من حزب الله أن تشوش على هذه الجماعات الصغيرة الفقيرة التي تعتقد قطر أنها فقيرة مقارنة بشعب قطر. أيضا هناك شعب قطر شعب فقير، ولذلك تستغل قطر دائما نفوذها المالي ونفوذها أيضا السلطوي. لا تنسى أن حمد بن جاسم هو قائد الجماعات الإرهابية وقائد أيضا الثورات في المنطقة العربية، وهو الحقيقة الذي يقود الشوشرة على الشعوب في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي غيرها وفي البحرين كذلك وفي السعودية. اليوم يعني جاءت يعني لابد ان يكون هناك محاسبه قانونيه، لابد تكون المحكمه الدوليه تكون لها كلمه. نعم. البحرين قدمت للامم المتحده كثير من الاوراق، المملكه السعوديه قدمت، الامارات قدمت، مصر ايضا قدمت، كثير من الدول الان تقدم على حمد بن جاسم وعلى حمد بن خليفه. لابد الان ياتي اليوم يوم المحاسبه لابد ان يحاكموا هؤلاء، لابد ان يقبض عليهم في اي تحرك خارج دوله قطر. اذا من الرياض المحلل السياسي احمد الركبان، شكرا جزيلا لك.